دوري بلس يقدم دوري عبد اللطيف جميل، إليكم أفضل تصديات الجولة. من خلالها مرة العكايشي، خطير العكايشي، حاول يلعب كرة عرضية من العكايشي، عرضية جول، عرضية ينتصر في 14 والتعادل في 16 مباراة، 116 هدف سجلها الاتحاد، وهذه 69 سجلها القادسية، وهذه كرة كهرباء رائعة. الثلاث نقاط بكرة قاتلة، بكرة مؤلمة للخاسر، تسديد بالجال مرمى الله في النهاية، وعلي خرمي الآن يلعب مكان باندورا، وتحية خاصة لبن البريك ولا نواف، لكن هو البريك اللي يلعب البريك، وهنا بقى الرحيلي يصدها على مرة واحدة. حلو التصدي من أحمد الرحيلي، هي للكرة وهي للتسديدة من محمد البريك، لكن أحمد الرحيلي اتصدى للكرة من دون أي معاناة. تجارب احترافية مع النصر ونجران، ولكن نبقى مع هذه الكرة من منصور حمزي، رائعة جدا العرضية التي جاءت من منصور، والتسديدة عن طريق اللاعب أحمد عباس. لاحظ الكرة إلى أقصى الناحية اليمنى لدى عمر السنين، بكرة عرضية يوسف السولون، رائعة جدا رائعة جدا الكرة الماضية، لاحظ العرضية المتقنة من عمر السنين، ولكن